أهلا بكم. أعادت المذبحة التي ارتكبتها قوات السوات الحكومية في ناحية جبلة شمالي بابل والتي أبيدت فيها عائلة مكونة من 21 شخصا بينهم أطفال ونساء، أعادت الحديث عن مخاطر الأسس والبنية الطائفية للقوات العسكرية والأمنية التي شكلها الاحتلال الأمريكي بعد حل الجيش العراقي وبقية المؤسسات الأمنية بعد العام 2003. كما استحضرت على هامش هذه الإبادة الجماعية المروعة سلسلة المجازر والمذابح التي ارتكبتها قوات الاحتلال وفرق الموت الخاصة الرديفة والظهيرة لها في حديثة والموصل والرمادي والفلوجة والزرقة في النجف وغيرها من المدن العراقية، حيث قالت هيئة علماء المسلمين في العراق إن القوات العسكرية والأمنية التي شكلها الاحتلال بديلا عن الجيش العراقي هي خليط من ميليشيات خاضعة بالولاء المطلق لأعداء العراق أمريكا وإيران، وهذه القوات أصبحت هجينا شاذا خطرا على العراق والمنطقة التي تعاني من تغول إيران وتهديدات أذرعها الميليشياوية. مخاطر القوات الأمنية ذات الهيكلية الطائفية على العراق وعلى المجتمع في العراق في ضوء مذبحة سوات في ناحية جبلة في بابل هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: لماذا أريد أن تكون القوات الحكومية التي شكلها الاحتلال بعد حل الجيش العراقي خليطاً من ميليشيات طائفية موالية لأعداء العراق؟ وهل يمكن بناء مؤسسة عسكرية مهنية ووطنية في ظل نظام سياسي قائم بالأساس على الطائفية والفساد؟ وهل فعلاً أن الجرائم والمذابح التي ترتكبها القوات الأمنية الحالية منذ العام 2003 وحتى اليوم حوادث فردية معزولة وليست انتهاكات ممنهجة ومقصودة؟ وهل سبب كثرة أخطاء القوات العسكرية والأمنية هو حجم التحديات التي تتصدى لها وتعقيدات الساحة العراقية؟ ولماذا انتقل الوضع في بداية الغزو الأمريكي من المطالبة بتنقية وتطهير القوات الأمنية من الميليشيات المدمجة فيها إلى ملشنة هذه القوات؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، عبد الوهاب القصاب. عملية تفكيك الجيش العراقي لم تقتصر على لحظة انهياره بعد الغزو، وإنما استمرت عملية تفكيك بنيته التي امتدت لعقود طويلة، بحيث لا يترك مجالاً لإعادة إحيائه مرة أخرى. ولملء الفراغ تم تشكيل جيش جديد لا يمتلك أدبيات وطنية ولا أبعاد استقلالية، فكان أشبه بميليشيات عسكرية مهمتها حماية النظام السياسي الفاسد. مليارات الدولارات أنفقت وتسليح عسكري كبير وإشراف أمريكي على الجيش الجديد، ولكن عند أول اختبار عسكري ثبت فشله من الناحية القتالية. الأخطر من ذلك هي الهيكلية الطائفية لهذا الجيش وشحنه وتسخيره ليكون رديفاً للميليشيات لتحقيق الأجندة الإيرانية في عمليات التغيير الديمغرافي والتنكيل بالشعب العراقي. مجزرة جبلة التي حصلت قبل عدة أيام تلفت النظر إلى العقلية الطائفية والسلوك الإجرامي الذي يتبناه قادة القوات الأمنية. فالأمر ليس مقتصراً على الميليشيات، وما نشوء الميليشيات إلا من رحم الظروف التي تأسست بها المؤسسة العسكرية الحكومية. ومن هذه النقطة تنجلي الضبابية التي تريد التفريق بين الميليشيات والجيش الحكومي، فكلاهما كيانان يخدمان حالة تدمير العراق والتصدي لكل محاولات تخليصه من العملية السياسية الفاسدة. الجيش الوطني هو ضرورة يحتاجها العراق للوقوف في وجه الجريمة والتعبير عن هوية البلاد واستقلالها، ويكون هو وحده المرجع الوحيد العسكري للبلاد. فلا توجد دولة مستقلة في العالم تقبل بوجود كيان ميليشياوي موازٍ للدولة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في مخاطر البنية الطائفية للقوات الأمنية التي شكلها
الاحتلال الأمريكي بعد العام 2003 بديلا عن طبعا الجيش العراقي. ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، وأيضا سيكون معنا عبر سكايب من العاصمة الأمريكية واشنطن الدكتور عبد الوهاب القصاب زميل المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسة. أهلا وسهلا بالضيفين الكريمين، حياكم الله. مرحبا دكتور عبد الوهاب ويانا. نعم معك. أهلا دكتور، مرحبا بك. أهلا وسهلا. نبدأ مع دكتور رافع. دكتور، المذبحة التي جرت في ناحية جبلة ارتكبتها قوات سوات على خلفية خلاف شخصي بين المغدور وعائلته، 21 يعني فرد، قوات سوات أبادت هذه العائلة بالكامل. ما الذي عادته هذه المذبحة إلى الواجهة فيما يخص القوات الأمنية وتركيبتها وتشكيلها وخلفية تصميمها بعد عام 2003؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أحييك أستاذ ماجد وأحيي ضيفك الكريم. أهلا وسهلا دكتور. الأخ الدكتور عبد الوهاب القصاب. حقيقة هذه المذبحة وهذه الجريمة النكراء التي حصلت هي ليست الأولى وليست الأخيرة، هذه تشكل واحدة من جرائم، سلسلة جرائم ارتكبت، ربما عشرات الآلاف من الجرائم ارتكبت منذ عام 2003 لحد الآن بيد نفس الأيادي التي ارتكبت هذه الجريمة، بنفس السلاح، نفس الإمكانيات، وتحت نفس الغطاء. وأقصد هنا قوات أمنية، ما تسمى بقوات أمنية، قوات عسكرية، وسلاح ما يسمى بالدولة وهي غير موجودة، وأجهزة الدولة واستخباراتها وقواتها الأمنية والعسكرية. عندما تشكل أي قوات أمنية وعسكرية لدولة معينة يراعى في تشكيلها إطار معين من الوطنية، من العقيدة، من الرؤية الصريحة، من الأهداف الواضحة، من التسميات والبرامج المؤسسة على قيم وثوابت معروفة في المجتمع، معروفة في أوطان معينة. في العراق شكلت هذه بعد 2003، وهذا ما كانوا يعني يبغيه الاحتلال، وما كانت يعني تتقاتل من أجله كل القوى التي حكمت العراق منذ عام 2003 لحد الآن طوال 19 سنة. يعني إنهاء هذه القوات، ولذلك صدر قرار تسريح الجيش العراقي السابق وكل المؤسسات ومن ضمنها المؤسسات الأمنية، وإعادة ما سمي وإعادة بنائها. لكن كيف بنيت هذه؟ بنيت على أساس طائفي، على أساس محاصصاتي، مثلما بني الإطار السياسي. فكل قوى هذه، لذلك شكلت هذه القوى العسكرية والأمنية من هجين شاذ الحقيقة، من قوى ميليشياوية، قوى عصابية، وبعض ضباط ومنتسبي الجيش والقوى الأمنية السابقة، لكن ممن ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا عبيدا للمحتل، سواء المحتل الأمريكي أو المحتل الإيراني. وبالتالي هذه القوى لها رايات معينة كثيرة، ليس لها راية معينة واحدة، لديها أهداف معينة تتبع لأهداف القوى السياسية التي تنتمي إليها، تتبع فكر طائفي وفكر قومي غير شكل هجين عن العراق، لا يجمعها جامع الحقيقة، إطارها خرب، رؤيتها غير دقيقة، عقيدة غير موجودة. فبالتالي الفوضى هي الأساس، وهذه الفوضى جرت إلى فوضات وأزمات كثيرة، ولذلك شهدنا الكثير من الجرائم والكثير. يعني قبل هذه جريمة جبلة كانت جريمة المقدادية، ما جرى في المقدادية نفس الأيادي، ميليشيات، هي جزء الميليشيات، جزء من القوى العسكرية، هم يقولوا هكذا، ألا يقولوا أن الحشد الشعبي وهو مجموعة ميليشيات هي جزء من المؤسسة العسكرية وجزء من المؤسسة الأمنية وبأمرة القائد العام للقوات المسلحة؟ إذن هذا هو التشكيل، ضباط دمج وما أعرف بهذا الشكل، وبالتالي أعطيت رتب وأعطيت مناصب وفكر هجين وانتماءات خارجية، كلها تشتغل خلال 19 سنة. عندما تنظر إلى المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية ستجد أنها قد خدمت إرادات وإطار خارجي وليس عراقي. نتحدث لماذا كانت هناك رغبة وإرادة في أن تكون هذه القوات قوات بطبيعة ميليشياوية. دكتور عبد الوهاب القصاب، يعني هذا الخلل أو القصور في بناء القوات الأمنية، هذه السلوكيات، هذه الجرائم التي ارتكبت وترتكب، وآخرها ما جرى في جبلة،
هل تعتقد أن السبب الرئيسي في هذا السلوك أو عملية الإسراف في الدماء، سفك الدماء والاستخفاف بأرواح الناس، عائد إلى الطبيعة الطائفية لهذه القوات، إلى الفساد المستشري فيها، إلى الأسس الشاذة والقواعد التي أقيمت عليها، وتحدث عن جزء منها دكتور رافع يعني الآن؟ شكرا جزيلا، تحياتي لك وللسادة المشاهدين ولأخي العزيز الدكتور رافع. أهلا دكتور. يعني صار لنا زمن لم نلتقي. هلا بك. نرجع نلتقي على خير إن شاء الله. أنا أتفق حقيقة مع ما تفضل به الأخ العزيز الدكتور رافع، ودعنا نضع صورة أمامنا أن الجيش العراقي الباسل الحقيقي الذي احتفلنا يوم أول أمس بعيده 101، يعني قرن وعام على تأسيسه، تجمعت عليه محصلة مجموعات حقد محلية وأقليمية تريد أن تنتقم منه بعد الذي جرى في الغزو الأمريكي للعراق. أتى بريمر إلى العراق وهو محمل بأجندة تخدم مصالح أقليمية حاقدة على العراق، و حتى محلية حاقدة على العراق، والمجموعة الطائفية التي دفعت بها الولايات المتحدة لتستلم الحكم في العراق. نعم. كل هؤلاء تحالفوا أو تعاونوا أو تعاضدوا على أن يمنعوا الجيش العراقي الباسل من الاستمرار، ولذلك صدر القرار السيء الصيت لبريمر بحل الجيش العراقي والمؤسسات الأمنية كلها لكي يعاد تشكيل الجيش العراقي على أسس جديدة، والأسس الجديدة هي واضحة، هنالك قسمة واضحة، الإقليم شمال العراق، الإقليم كردستان، سلمت الملف كله إلى الحكومة الإقليمية الموجودة هناك، الحكومة المحلية، لكي تطور ميليشياتها السابقة التي هي البيشمركة لكي تكون درعا لها. نعم. وما تبقى من العراق سلم الملف إلى مجموعة حتى يعني غير منسجمة من اللافتات الطائفية التي ترعاها إيران. نعم. وهنا كان فرصة إيران للانتقام من الجيش الذي أذلها في الميدان، ومعروف عن إيران أنها يعني دائما تغدر، يعني لا تستطيع على المواجهة في الميدان. نحن شهود على عدد الدبابات التي تركها الإيرانيون بعد معركة توكلنا على الله 4 وبقية المعارك، لكنه معركة جيلان غرب، المعركة التي ختمت حقيقة القادسية الثانية، كان الشاهد على العدد الهائل من الدبابات الإيرانية التي أتي بها إلى بغداد وهي صالحة. نعم. الكل شاهدوا ذلك. نعم. كل العراقيون يعني شاهدوا ذلك. مركب الحقد الفارسي تحرك لكي ينتقم من هذه المؤسسة التي أذلته في الميدان، ذلك أنه لا قبل لإيران، لم يكن هنالك قابلية لإيران لمواجهة هذا الجيش حتى بعد ما جرى له من حرب العدوان الثلاثين، يعني حتى عشية الغزو هذا الجيش كان واقفا كالطود الشامخ على البوابة الشرقية للوطن العربي يحمي العراق ويحمي الأمة. من هنا كانت الفرصة أن يصنع جيش هجين من مجموعة من الميليشيات التي تربت ورضعت الحقد من الإيرانيين عندما كانوا هم هناك لاجئون بين قوسين أو هاربون أو أي شيء. ممتاز، أوصلتنا إلى هذه النقطة. لماذا أريد أن تكون القوات الحكومية اللي شكل احتلال يعني خليطا من الميليشيات الطائفية؟ هل هذه كانت فقط رغبة الأمريكيين، رغبة الإيرانيين، أم أن هناك أطراف داخلية، أطراف إقليمية، نتحدث إقليمية أيضا؟ لا، أطراف إقليمية وداخلية. نعم، هنالك أطراف إقليمية وداخلية يمكن الإشارة لها بالبنان، يعني هنالك من لم يكن سعيدا بأن يعود الجيش العراقي ليقف على يده. نعم. أو على رجليه ويمسك الزناد بيده، وبإمكاننا أن نشير إلى الكيان الصهيوني كواحد من الأطراف الإقليمية التي دفعت باتجاه تفتيت وحل الجيش العراقي الذي كان أيضا ندا لها في كل معركة من المعارك التي نشبت يعني في الصراع العربي الصهيوني بدءا من 48 وانتهاء ب 73، عندما صد الجيش العراقي باقتدار
التقدم الصهيوني نحو دمشق من جهة، ولسوء الحظ العراق كوفئ من قبل الذين يحكمون في سوريا كوفئ مكافأة سنمار، يعني أطعنوه في الظهر في القادسية وحتى بعد الغزو. نعم. فإذا الخيار الصهيوني هو واحد من أهم المحرضين على أن لا يعاد بناء الجيش العراقي على الأسس الوطنية والقومية التي أسس لها. الجيش العراقي هو شعاره جيش سور للوطن. نعم. الجيش العراقي الذي تأسس على يد الضباط العرب العثمانيون الذين أو الشريفيين الذين التحقوا بالثورة العربية الكبرى. نعم. ودخلوا العراق بعد تأسيس الدولة، وتم تأسيسه في يوم 6 كانون كما نعلم، وأبو الجيش العراقي مؤسسه هو الراحل الشهيد الفريق ركن جعفر العسكري الذي اغتالته أيضا أيادي حاقدة حقيقة. فهذا الجيش لم يكن يراد له أن يبقى، لا هو ولا تعليمات القتال الخاصة به ولا عقيدته. دكتور خليل، أسألك واضح، أشكرك على كل هذا الإيجاز، لكن كل قوى السلطة الحقيقة احتفلت بالجيش العراقي وبرقيات وتهنئات وحديث عن مآثر وملاحم الجيش العراقي على اعتبار أنه الجيش الحالي هو امتداد لذلك الجيش. أنت يعني أفهم من كلامك أنه هذا الجيش الموجود لا علاقة له مطلقا بالجيش اللي تأسس عام 21 مع تأسيس الدولة العراقية؟ صحيح. الحقيقة الذي فرض الاحتفال بستة كانون الثاني سنويا منذ الغزو لحد الآن هو الضغط الكبير الذي شكله الرأي العام العراقي الذي يعتز بجيشه. الجيش الرأي العام العراقي يعتز في يوم 6 كانون بتأسيس جيشه الوطني الذي اغتيل في عقاب الغزو. واضح، يعني الاحتفال الناس تحتفل بالجيش الحقيقي يعني. نعم. أشكرك، أخذ راحتك. أنا أشكرك دكتور. نعود إلى رافع الفلاحي. دكتور، السلطة الحقيقة حتى في هذه ما جرى من مذبحة في جبلة تحدثت أنه هذا خطأ فردي ولا يمثل القوات الأمنية ولا يمثل الجيش ولا يمثل يعني الدولة، حوادث فردية معزولة وليست ممنهجة أو مقصودة. هل توصيف أو وضع هذه الإبادة الجماعية 21 شخص في إطار أنه حادث فردي مسؤول عنه أفراد يكون قد الحقيقة برأ وطهر الحكومة وقوات الأمنية من هذه التهمة الملصقة بها أنها ترتكب مذابح ومجازر وإبادات وتخفي وتعتقل، فعلا هي حوادث فردية؟ أستاذ ماجد، إذا ما جئنا للحادثة نفسها، جريمة جبلة نفسها، إذا ما أردنا أن يعني نضعها أمامنا ونتحدث عنها بشكل واقعي للإجابة على سؤال حضرتك، نعم، هل هي جريمة فردية ارتكبوها مجموعة فردية من قوى أمنية وقوى عسكرية منضبطة ويخرجون من عدها أشخاص معينين يرتكبون مثل هذه الجرائم، أم هي أسلوب ومنهج عام لهذه القوى التي تحكم العراق؟ دكتور، بس حتى رئيس الحكومة شكل لجنة تحقيقية لمعاقبة وجلب الجنات إلى القضاء. نعم. حتى هذه نعم. نثبتها. نعم، يا مكثر اللجان التي شكلت في العراق منذ عام 2003 لحد الآن، إذا ما عدينا هذه اللجان ربما عشرات الآلاف من هذه اللجان، لكن ماذا، ما هي النتيجة، كيف توصلت؟ وصلنا إلى الحالة الذي الشعب العراقي كله يقول إذا أردت أن تسوف قضية فشكل لها لجنة. نعم. هذا واقع الحال، لكن بالعودة إلى هذه القضية. نعم. بالذات جريمة حدثت ومباشرة صدرت بيانات رسمية من وزارة الداخلية، من الخلية الأمنية، من الحكومة، كيف تحدثت أول ساعات بألسنة مسؤولين كبار رتب عالية قالوا أن هناك إرهابيين في هذا البيت وهذه القوى ذهبت لمكافحة إرهابيين بهذا الشكل، أرادوا يعني بناء إطار يقنع الشعب ويقنع الرأي العام أنه ما جرى هو قانوني وشرعي، وأنه حماية للمجتمع وحماية للسلم المجتمعي ذهبت هذه القوى لتقضي على بؤرة إرهابية. هذا كان الإطار العام، وصدرت أكثر من بيان، وحتى المؤسسات الإعلامية القليلة والنادرة جدا جدا ومنها الرافدين التي تبنت أن هذه جريمة هجمت بشكل
كبير جدا على وسائل التواصل الاجتماعي. التواصل الاجتماعي نعم. هوجمت واتهمت باتهامات كثيرة وأنه هذا كذب وادعاء باطل. هذا واقع الحالة الذي جرى. عندما ظهرت الحقيقة، لأنه هذه الجريمة لم تجري في مكان منعزل عن العالم، هذه جرت في مكان، في قضاء معروف، في قرية معروفة، وسط بيوت معروفة، وإذا بالصوت يخرج والناس شاهدت ما جرى، وإذا بالحقيقة غير الحقيقة هذه تماما. بيت آمن، قضية لا تعد عن مشكلة عائلية تطورت، استغلتها جهات معينة، رجال معينين يعملون في أجهزة أمنية، واتهم فيها نقيب هو يعود إلى قرابة أو كذا من هذا البيت. ولذلك دكتور، هذا التوصيف اللي تتحدث عنه جنابك، الحكومة تستند إليه، تقول أنه هذا حادث فردي. نعم. وليس منهج الدولة. نعم، لذلك هو أنا جئت على ذكر البيانات التي صدرت من الحكومة ووزارة الداخلية وخلية ما يسمى بخلية الأمنية، وجئت على تفسير الحادث وظهور الحقيقة. والحكومة اعترفت أن ثمة تضليل قد جرى في هذه القضية قبل أن تعترف الحكومة. إيه؟ وباعتراف الحكومة. نعم. أين الجريمة؟ نعم. الجريمة جرت جريمة. نعم، جرت جريمة بقتل 21 نفس عراقي أبرياء. نعم. نعم، هذه جريمة. لكن الجريمة الأكبر أنا كما أعتقد هو ما فعلته الحكومة وأجهزتها الأمنية والداخلية عندما ادعت وحاولت تضليل الناس والادعاء بأن ما جرى هو شرعي في البداية وهو قانوني، وما جرى هو حماية للسلم الأمني، السلم المجتمعي. هذا ما جرى. لو الناس مصدقة بهذه القضية ولم تظهر الحقيقة كما ظهرت، وكم من الجرائم، عشرات الآلاف من الجرائم جرت ولم يظهر صوت ربما، واعتبرت أنها قضية لمكافحة الإرهاب، والآن تشكك بكل 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 ما جرى من جرائم. الآن نشكك بما جرى في المقدادية وما جرى في كذا، ونشكك في الذين هم في السجون الآن. نعم. واتهموهم بأربع أرهاب ومحكومين بالإعدام، هؤلاء كلهم بتهم كيدية. إذن هناك رؤية عند هذه القوى الأمنية، عند هذا الإطار للتضليل ومحاولة الكذب على الناس، وهذه هي الجريمة الأساسية. لذلك أنا أقول أن هذه الجريمة لا يمكن وصفها على أنها فردية، هي منهج عام في بناء هذه القوى الأمنية. هو هناك مشكلة بنيوية في بناء هذه القوى الأمنية والعسكرية، هو بناء شاذ، فكر شاذ طائفي قتل. إذا كان هذا نقيب، وأنا أتساءل، إذا كان هذا نقيب يقتل هؤلاء ويحرك هذه القوات من بغداد إلى بابل بهذه الطريقة، وتقتل وتضرب وتستخدم هذه الأسلحة وبهذه القسوة وبهذا الدمار، وصلت إلى الحالة إلا أنه جابوا أسلحة قربوها من الدار لكي يقولوا أنه هذا الدار بأسلحة لإرهابيين، وانكشفت كل هذه القصة. هذه قصة دكتور، حتى الذين في الدار أطلق عليهم الرصاص وهم موتى، حتى تثبت رواية أنه أبوهم قتلهم أبوهم. نعم. لاحظ هذه القصة، هذه كلها ألفتها القوى الأمنية والقوى العسكرية التي تحكم البلد. فبالتالي هذا ليس يعني لا يمكن اتهام بمجاميع معينة والباقي لا، هذا الإطار كله خرب. فبالتالي أنت ترى أنه إطار مشوه، إطار قاتل، إطار غير حقيقي، متهم للناس، باطل في تعامله مع الناس، يحكمه فكر. إذا كان مثل ما قلت، إذا كان هذا نقيب يفعل هذا، طيب إذا كانت رتبته فريق ماذا يفعل؟ هذا يزيل محافظات كاملة ومدن كاملة. إذا كان القائد العام القوات المسلحة ماذا يفعل؟ إذا كان وزير الدفاع ماذا يفعل؟ إذا كان وزير الداخلية ماذا يفعل؟ هذه الألوية والفرقاء، هذه الرتب العالية ماذا يفعلون؟ إذا كان نقيب يحرك هذه القوات بهذه الطريقة، إذن أين الدستور؟ أين القانون؟ أين الإطار الحاكم؟ أين القوانين؟ أين الأسس؟ أين الرؤية الصحيحة لبناء القوى الأمنية؟ غير موجودة. إذن البناء بخلل بنيوي، هذا الأساس هو كل البناء العسكري والأمني بخلل بنيوي كبير جدا، وليست قضية أربعة أو خمسة أو نقيب. حوالة فردية معزولة. نعم. أشكرك. إذن بالإذن من الضيفين الكريمين والمشاهدين الكرام، نتوقف عند هذا الفاصل القصير، ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة الليلة من طاولة حوار عن البنية الطائفية وممارسات وسلوكيات القوات الأمنية في العراق بعد عام 2003. ابقوا معنا.
نلفت عناية مشاهدين الكرام إلى أن قناة الرافدين الفضائية ستبث على نظام HD وعلى التردد نفسه 1.0727 وعلى مدار النايل سات اعتباراً من الأول من شباط عام 2022، وأن البث على نظام SD سيتم إيقافه في 28 من شباط عام 2022. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في البنية الطائفية والسلوك غير السوي للقوات الأمنية والجيش والمتمثل بارتكابها المجازر والمذابح، ومنها مجزرة جبلة في باب. ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي والدكتور عبد الوهاب القصر. دكتور عبد الوهاب، يعني أنصار السلطة والمدافعون عنها يقولون أنه هذه الجرائم أو المذابح أو الأخطاء التي ترتكبها القوات العسكرية والأمنية عائد إلى حجم التحديات الكبير في العراق، وتعقيدات وتشابك الساحة العراقية. الساحة العراقية مكتظة بالإرهاب، وكانت مكتظة بالمقاومة، ومكتظة بعصابات الجريمة المنظمة والخطف المسلح والميليشيات المنضبطة والمنفلتة. لذلك كثرت هذه التحديات وكثرت المهام الملقاة على عاتق هذه القوات الأمنية والعسكرية، تحدث مثل هذه الأخطاء الفردية وغير الممنهجة. يعني حقيقة يعني موضوع مكرر أصبح في كل مرة يعني ترتكب جريمة بهذا الحجم، نجد الأجهزة الحكومية تسارع إلى التبرير. ليست هنالك قوات مسلحة نظامية مبنية على أسس نظامية تستطيع أن تقاتل دون تعليمات اشتباك واضحة، وتعليمات الاشتباك الواضحة ينبغي أن يكون مصادقا على تخصيص القوة. يعني الجهد الذي يخرج لكي يقاتل ينبغي أن يصادق على هذا الجهد وتصدر له الأوامر من جهة مركزية. الجهة المركزية هي الجهة التي تقع العملية ضمن قاطع مسؤوليتها. القوات هنا تحركت من وزارة الداخلية، إذن المسؤول الأول هنا هو وزير الداخلية، هذه واضح، ثم وكيل وزارة للشؤون الأمنية، ثم قائد العمليات الذي يرتبط بهؤلاء إن كان، ثم هؤلاء جميعا مع القيادة العامة القوات المسلحة التي يتولاها الذي يتولى منصب رئيس الوزراء في العراق. إذن الحقيقة المسؤولية الأولى التي يتحملهم يتحملوها هؤلاء، كيف تم المصادقة على تخصيص قوة بهذا الحجم الكبير بناء على معلومات من مصدر ما؟ يعني كيف؟ أين هو التدقيق؟ أين هي المعلومات؟ أين هي الاستخبارات؟ أين هي عملية التحليل؟ إذن هنا نحن بإزاء خطأ كبير يرقى لمستوى الجريمة ليس للمرة الأولى. حصل هذا عندما تم الهجوم على المصلين في جامع سارية، حصل نفس الشيء في بعقوبة، حصل نفس الشيء في المقدادية، حصل نفس الشيء في تكريت، حصل نفس الشيء مرات كثيرة في جرف الصخر، في الفلوجة وفي الموصل وفي الرمادي. إذن في كل مكان هذه الجرائم تنفذ بأيدي قوات حكومية مدعمة بالقرار الحكومي، يقودها أفراد لديهم صلاحية استخدام القوة، لكن تستخدم بشكل مسرف مخطوء، وكما وصفته قناة CBS يكاد يرقى إلى جريمة الحال، جريمة إبادة ضد الإنسانية. هذه أن تستهدف بيتا به أطفال ونساء وشيوخ ومواطنين أبرياء حقيقة، فقط يعني تنفيذا ل يعني حس معين أنه هذا اللون من الناس ينبغي الانتقام منه مع أي شك يعني يوجه إليه. هذه هي الجريمة الحقيقية. الجريمة الحقيقية هي أنه ليس هنالك قيادة حقيقية مسؤولة على الملف الأمني في العراق. هذا التبرير. كل يعزف على ما يشاء. هذا التبرير. نقيب حرك وزارة الداخلية بكل قواها. كيف يمكن أن يكون ذلك؟ يعني هذا عملية التدقيق. فإذن هنا حقيقة مسؤولية ينبغي أن توجه إلى وزير الداخلية أولا، والقائد العام للقوات المسلحة، ثم الكادر المساعد إليه. واضح.
التبرير اسمعني دكتور عبد الله، التبرير أن هناك تحديات كثيرة وأخطار موجودة في الساحة العراقية ومهام جسام تتصدى لها هذه القوات الحكومية يوقعها في أخطاء، هذا التبرير متفهم مقبول؟ لا يجوز أن تتحرك على شكوك. القوة الأمنية لا ينبغي أن تتحرك على شكوك. لو كانت القوات الأمنية في العالم كله تتحرك على الشكوك لذبح نصف العالم، نصف الناس. أين هو الفلتر الذي يرى أن هذه معلومة حقيقية أم لا؟ أنا قلت لك أين هو التدقيق المتقاطع من جهات مختلفة؟ كيف تتحول في القوات المسلحة هنالك ما يسمى بالمعلومات وهنالك ما يسمى بالاستخبارات. الاستخبارات هي المعلومات بعد تدقيقها من قبل جهات كثيرة، تصفيتها، تحليلها، معرفة أصولها. ولذلك الاستخبارات فقط التي ينبغي أن تعبر إلى المسؤول الأول أو الثاني أو أيا كان. نحن هنا بأزاء حركة على شكوك. مجرد قيل أن هنالك إرهابيين جاء شخص وشى، إذا ما أخذنا الرواية الحكومية تتحرك وزارة الداخلية كلها لكي تبيد الناس فقط لأنه الشخص قال أن هنالك شيء ما. إذا هنالك خلل، الخلل هنالك من هو مسؤول عنه؟ المسؤول هو وزير الداخلية أولا، القائد العام للقوات المسلحة ثانيا، ثم الجهاز الذي يرتب الأمور لهما. على ذكر الخلل، هنا هؤلاء ينبغي أن يكونوا مسؤولون، وقائد العمليات الذي حرك القوة ينبغي أن يحال إلى المحكمة يعني الإسراف بالقتل. ولذلك السلطة دكتور رافع، السلطة الحقيقة توقفت أمام هذه المجزرة وتعاملت معها بين قوسين بمسؤولية كما تقول. مباشرة سارع الكاظم إلى تشكيل لجنة لإصلاح عمل القوات الأمنية والعسكرية في العراق برئاسة القيادي في ميليشيا بدر قاسم العرجي ومستشارة للأمن القومي. هذه الحقيقة كأنها دقت جرس إنذار للسلطة، ولذلك اللجنة قد تكون باشرت بعملها لإصلاح القوات الأمنية لمنع تكرار مثل هذه المذابح والجرائم مستقبلا. أبدا، هذا الكلام غير صحيح وغير حقيقي، لأنه لو لم تظهر الحقيقة هل كانوا قد شكلوا لجنة وكانوا قد قالوا؟ ما هو أخرجوا بيانات قالوا أنه هذه رهابيين وهذا دفاع عن السلم المجتمعي وأنه هذا شرعي وقانوني وأخذوا موافقات، ومثل ما شرح الدكتور عبد الوهاب قبل قليل كيف تجري عملية الموافقة على خروج قوات. خرجت هذه القوات، إذن هناك سلسلة من المراجع وسلسلة من الموافقات لخروج هذه القوات. هذه كلها مقتنعة بهذه القضية ولديها أجوبة، لذلك خرجوا مباشرة بأجوبة، حاولوا أن يقنعوا الشعب والرأي العام إنه هذه القضية عملية صحيحة وقانونية وحقيقية وهي دفاع عن المجتمع العراقي. لكن ظهرت الحقيقة، وكم من الجرائم لم تظهر الحقيقة، يعني ما حد تكلم، لم يسمحوا لأحد أن يتكلم. لكن في هذه رب العالمين سبحانه وتعالى أراد أن يكشفوا مكشفت هذه القضية. طيب نقطة الإصلاح، ما الذي يمنع أن تكون هناك عملية حقيقية وجدية لإصلاح القوات الأمنية والعسكرية في العراق؟ لا يمكن، لأن البناء خطأ. أنت عندما تؤسس بيتا على رمال متحركة على أسس غير ثابتة غير حقيقية، فبالتالي يسقط وينهار ويشكل فوضى، يشكل أذى وسوء. هذا ما جرى منذ عام 2003، يعني بنيت هذه القوات وهذه المؤسسات الأمنية بناء غير صحيح، غير وطني، غير حقيقي، انتماءات طائفية، انتماءات غير، لا قانون يحكمها. لو كان هناك قانون يحكمها لما استطاع، لو كان هناك قانون لما استطاع، وانت تسأل وانا أسأل وكل الناس تسأل، لو كان هناك قانون وهناك عقاب وهناك خوف من القانون وهناك سيف للقانون والعدالة في العراق، لخاف هذا النقيب وغيره اللي يتحدثون عنه ويريدون يرمون التهمة يعني على رأسه ويقولون هذا السبب وأنه ظللنا، لما كان هذا النقيب. حتى لو صدقنا أنه هذا هو النقيب اللي فعلها وقدر أن يتحرك كل هذه القوات، لما استطاع، لما أمن هذا النقيب برتبته هذه أن يحرك كل هذه القوات ويفعل هذه الجريمة. لو كان يعرف، وهو ابن المؤسسة الأمنية، لو كان يعرف أن هناك قانون وهناك عقاب وهناك ضوابط لما استطاع أن يفعل ذلك. ودعني أعطيك مثالا آخر. نعم، يعني جميل الشمري، هذا الفريق، ما أدري اللواء فريق جميل الشمري، عندما ذهب إلى الناصرية
ومحتجين شباب صغار ينامون في خيمهم، حرق عليهم وقتلهم في فجر أحد الأيام الدامية، مذبحة جسر الزيتون. نعم، يعني فعل مجزرة كبيرة، قتل من الشباب يتم عوائلهم ومزقهم تمزيق، وذهب وعاد وقالوا سنحاكمه وإذا به يظهر قائدا لما أعرف شنو، منح وسام. وسام، فبالتالي إذا هم يتبنون هذا الفكر الشاذ، هذا الفكر القتل والذبح. فأنت الآن من حقك كمواطن أن تشك بكل الأحكام التي صدرت، بكل الجرائم التي جرت. الآن تعيد فتح كل الملفات وترى أن كل هذه الجرائم مو حقيقية. هذا الخطف والقتل، ما جرى في ساحة التحرير في بغداد من قتل وذبح والحد الآن لم يخرج المدرب، هذا كل جزء من هذه العملية، جزء من قوى أمنية ليس لها عقيدة، قوى تحركها خارجية، قوى حزبية تحركها، دوافع مادية ودوافع عقائدية ودوافع طائفية تحركها. وبالتالي هؤلاء قوى لحماية السلطة، لحماية كراسي معينة. سنتحدث عن هذه النقطة، اسمعني دكتور. نعم. دكتور عبد الوهاب، الحقيقة الوضع انتقل من حديث في بدايات الاحتلال عندما أدمجت الميليشيات، سواء التي تشكلت في إيران ميليشيا بدر وغيرها، أو التي شكلت لاحقا بعد الاحتلال، أدمجت عناصرها في القوات الأمنية وأصبحت في الجيش والداخلية. بعد ذلك جرى حديث أن هذه القوات إذا ما أريد لها أن تكون صحيحة ومعافاة وتعمل وفق الأسس الصحيحة، يجب تنقيتها وتطهيرها من هذه العناصر الميليشياوية. الخراب يأتي من هذه العناصر الميليشياوية. بعد عام 2014 وكأن هذه القوات كلها أصبغت بالصبغة الميليشياوية وصارت ميليشيا الحشد هي رأس الحربة، هي القوة النموذج الذي يجب أن يحتذى به، وكأن القوات بين قوسين النظامية كأنها هي من أدمجت في القوات النظام في الميليشيات. هذا كما يقول طبعا دكتور رافع هذا الرأي له، أنه هذا الجيش والشرطة أصبحوا دمج في الميليشيات وأصبحت الميليشيات هي رأس الحربة. كيف تحول هذا الأمر في بهذه السنين القصيرة؟ يعني واضح هنالك أجندة طائفية مبينة واضحة جدا تمثلها هذه المجموعة التي تحكم العراق الآن، والتي بالمناسبة هي أقلية، يعني حتى الحاضنة التي تنتخبهم في كل مرة رفضتهم الآن. وأنت يعني حضرتك تراقب الكثير من العراقيين الشرفاء الذين يعتزون بعراقيتهم والذين يرفضون هذه الممارسات. إذن الأقلية التي تحكم، هذه الأقلية التي تحكم تريد أن يعني تمسك بأسنانها السلطة. ليس هنالك من وسيلة للإمساك في السلطة بعد أن خسروا الساحة، أثبتت العمليتين الانتخابيتين الأخيرتين، ليس هنالك من وسيلة إلا القمع والإرهاب، فيلجأون إلى القمع والإرهاب لكي يديموا موضعهم. موضوعة الحشد وانضمامه أو كما يقولون أنه جزء من القوات المسلحة، والذي حقيقة هو يعني هذه المنظمة التي خلقت من لا شيء، لا هي التي تمسك في واقع الحال الآن، هي التي تمسك بأصابع اللعبة. قاطعك في هذه النقطة أيضا وأنقل لك رأي من يقول لماذا الحشد، ميليشيا الحشد هي من تمسك بالدولة الآن، الدولة العراقية بين قوسين عسكريا وسياسيا، أن هذه الميليشيا عام 2014 هي من أوقفت ما يسمى الإرهاب، هي من استعادت المدن، كانت رأس حربة في الحرب على ما يسمى الإرهاب. لذلك من حقها، يجب أن لا يغمض حقها ودورها في هذه القضية. لو لم يكن وجود الحشد في الميدان لتبخر العراق، هذا ما تقوله القوى الطائفية وأنصار الميليشيات أيضا. يعني هذا جواب مردود. نحن كلنا وكل الناس في داخل وفي خارج العراق يعرفون كيف تم حسم المعارك ومن الذي قدم الإسناد الحقيقي، والذي لولاه لم يكن يستطيع هؤلاء أن يفعلوا شيئا حيال الإرهاب. ما تسمى قوى الإرهاب دقت أبواب بغداد بعد أيام من سقوط القوات المسلحة العراقية في الموصل، أو عندما أصدر إليها أمر الانسحاب. أيضا لحد الآن العراقيون لا يعلمون لما أصدر رئيس الوزراء القائد العام أمر الانسحاب هذا
عن تلك القوات، وترك الباب للإرهاب مفتوحة لكي يصل إلى أبواب بغداد. الكل يعلم من هي القوات التي ساندتهم لكي يصلوا إلى هذه النتيجة. يعني هذا مردود، يعني هذا حقيقة هو جزء من فذلكة القول والنفاق والباس الأمور ما ليس فيها، يعني هذه حقيقة. وإن كان هنالك من عراقيين شرفاء قاتلوا تحت لواء الحشد، أظن أنهم مركونون جانبا الآن. الذي يتحكم بالحشد الآن هي الميليشيات التي تستلم أوامرها من إيران، والتي كان سيدها الهالك سليماني والمهندس قبل يوم. يعني هذه هي الصورة الحقيقية. الصورة دكتور الحقيقية مدام في الدقائق الأخيرة، الآن هناك لجنة مشكلة لإصلاح القوات الأمنية شكلها الكاظمي برئاسة القيادي في ميليشيا بدر ومستشارة للأمن الوطني قاسم الأعرجي. هل تعتقد أنه يمكن إصلاح القوات الأمنية وإعادة بنائهم على أسس علمية مهنية عسكرية وفق الضوابط والقواعد مع استمرار هذا النظام القائم على المحاصصة والطائفية فضلا عن الفساد؟ هل يمكن أن تنجح عملية الإصلاح فعلا، أن تكون هناك عملية إصلاح؟ يعني الجواب أنت تفضلت وأجبت. بوجود هذه التركيبة لا يوجد هنالك إصلاح. أشر لي على ضابط واحد برتبة رفيعة يقود تشكيلا من أعلى من مستوى اللواء في هذه القوات المسلحة، يمكن أن تشير إليه وتقول أن هذا هو شخص وطني مؤمن بالعراق. لا أريد أن يعني أوصل طائفيا يعني، لكن أشر لي، قل لي أن الفرقة التاسعة مثلا يقودها فلان، أو الفرقة العاشرة يقودها فلان. هذا هو الجواب. أشار الأخ العزيز أبو مروان الدكتور رافع قبل قليل إلى الزيدي، هذا الرجل الجميل جميل الشمري، عفوا جميل الشمري، هذا يعني فتك بأبناء جلدته. أين هو الآن؟ موجود حر. شكرا دكتور عبد الله. دكتور رافع، الحقيقة هناك الحقيقة ربما تكون مبالغة، أنه هذه القوات الموجودة الآن الحقيقة مكلفة بحماية الطبقة السياسية وليس حماية الدولة أو المجتمع، ولذلك هي تؤدي واجبها على أكمل وجه، ومرخوص لها ومتاح لها أن تؤدي هذه المهمة بأي ثمن، سفك دماء هنا مجزرة هنا، المهم أن السلطة تبقى آمنة ومستمرة. يعني هل هذا معقول؟ هذا كلام قد يكون مبالغ فيه ويعني تحميل للأمور أكثر مما تحتمل. هذا واقع الحال الحقيقة. هذه القوات وهذه القوات العسكرية يعني هذه مهمتها المؤسسة يعني ما أنت تحتاج إلى الأمن لمن؟ يعني شكلت لأمن من؟ فبالتالي عندما تبحث في أو تدرس كل الحالات التي جرت من عام 2003 لحد الآن ستجد أنها مؤسسة لحماية الأحزاب والقوى الحاكمة والسلطة، وليس لها علاقة بالمواطن. المواطن مسحوق، والكوارث الأمنية والانفلات الأمني يعصف به، والقتل والخطف والذبح والميليشيات تعصف. الفكر يعني فكرة أو فلسفة الأمن في العراق خاطئة وغير حقيقية وشاذة، تعتمد على قوات يعني ميليشياوية متسلحة بسلاح أمريكي ما أعرف منه، تركب سيارات كذا ملابس كذا لإرهاب الناس، وهذه غير حقيقية. يعني أنت تنظر إلى دول كثيرة، ربما تحدثنا في هذا كثيرا، تدخل دول كثيرة في العالم لا تجد شرطيا واحدا، ربما تجلس فيها سنوات لا تراك شرطيا واحدا، لكن ترى الأمن منضبطا والناس ترعى، هناك قوانين، هناك أعراف، هناك إطار جامع الكل تحترمه، هناك هيبة للدولة وهيبة للشعب، الدولة تحترم الشعب والشعب يحترم الدولة ويحترم الحكومة. هذه غير موجودة عندما تحدث مثل هذه الجريمة. لذلك أنا أقول إنه هذه مو تصرف فردي، عندما تحدث مثل هذه الجريمة وحثت كثير من الجرائم، لو كنا مثل ما يقول الكاظمي يقول قبل أيام وهو يتحدث عن الجريمة، يعني نحن كلنا هكذا يقول كنا وقفنا ضد الدكتاتوري النظام الدكتاتوري، فلا يجوز أن تحصل مثل هذه الجرائم في النظام الديمقراطي. إذا كانت نظام ديمقراطي مثل ما يصفه الكاظمي ماشي، لنضعه في سياق المقارنة مع الأنظمة الديمقراطية في كوريا اللي لا يعتبرونها ديمقراطية، ربما في كوريا الجنوبية في عام 2014 عندما غرقت العبارة وبها مجموعة من الطلاب، استقال رئيس الوزراء واستقالت الحكومة كلها. في هولندا الديمقراطية
استقالت وزيرة الخارجية لأنه لم تستطع أن توفر أجواء مناسبة لإخلاء الهولنديين من أفغانستان في الفترة الأخيرة، استقالت. وهكذا تستقيل الحكومة الهولندية، تستقيل الحكومة البريطانية، تستقيل في زمن ماي، فهذه كلها موجودة، هذه بالدول الديمقراطية. لكن ماذا يفعلون في هذه الجرائم؟ جرائم مثل هذه يشكلوا لجنة ويوكلون لشخص ينتمي بإرادة وبفكر وبتوجه وبرؤية وبعقيدة إلى بلد آخر، مثل مستشار الأمن الوطني العراقي، إلى إيران ينتمي لإصلاح الذات. هل إيران تريد أن تصلح القوات العراقية لكي تكون القوات العسكرية والأمنية بمستوى لائق ويحافظ على الوطنية العراقية والوطن العراقي، أم هي تريد عراقا ضعيفا خاويا تستأسد عليه ويعني وتتغول به؟ هذه الحقيقة. فبالتالي القضية لا تتعلق بأفراد ارتكبوا جرائم، القضية بنيوية، خلل بنيوي لا يمكن إصلاحها. هذه القوات شكلت لأجل هذه الفوضى، لأجل هذا الدمار، لأجل هذا الخراب. أشرت إلى الخلل البنيوي. دكتور عبد الوهاب القصاب، هل يتوقع مجازر أو مذابح أو جرائم أخرى في الطريق إذا ما استمرت هذه القوات بهذه البنية التي عليها الآن، طائفيا فساد، أسس مشوهة؟ هل نتوقع حوادث أخرى مثل التي جرت في جبلة في المستقبل؟ أكيد بالتأكيد. يعني هي عبارة عن مسلسل، يعني متسلسل. يعني طالما ليس هنالك، كما قلت لك، طالما ليس هنالك قواعد اشتباك نظامية تحكم استخدام القوات المسلحة، يعني هنالك مشكلة كبيرة. بعدين حتى الدستور الذي هم كتبوه يمنعون استخدام القوات المسلحة ضد المواطنين. نحن الآن بإزاء استخدام قوات مسلحة ضد المواطنين. أشكرك دكتور عبد الوهاب القصاب، وشكرا أيضا للدكتور رافع الفلاحي، وشكرا أيضا للمشاهدين الكرام على متابعة حلقة الليلة من طاولة حوار التي بحثت في المخاطر الطائفية للقوات الأمنية في بناء القوات الأمنية والقوات المسلحة. النقاش جرى في ضوء المذبحة التي ارتكبتها قوات سوات التابعة لوزارة الداخلية عندما أبادت عائلة مكونة من 21 شخصا في منطقة جبلة في محافظة بابل. أشكركم، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.